احنا كيف نسموه خائن الجزائر؟ الانسان اللي اسس حزب هو اللي الفض باش الجزائر تكون غير تابعه لفرنسا. الانسان اللي يطالب اول من طلب بالاستقلال، وكذلك عنده نضال من اجل الجزائر طويل. يكون التاريخ تاع الجزائر حقيقي، ويتجبدوا المعلومات على مثال الحاج، واش خدم واش دار واش كذا، ويقولوا لنا كيف خان. هذه مسألة ترجع للناس اللي راهم يتكلموا. احنا لينا اللي كنا مع مثال الحاج ومشينا معه حتى اليومين هذا، ما لقينا حتى في وقت في الاول نوفمبر، كي بدات الثورة في الاول نوفمبر 54، ناض جورناليست راح يسألوه كان في السجن مثال الحاج. مثال بعد تكلم وقال ديكلاراسيون موجودة، قال الثورة المباركة بدات، عاونوها.